من خلال برنامجكم ومنبركم الكريم أوجه دعوة لكل الجمهور العراقي، ودعوة تصل إلى حد الرجاء والتوسل. إذا لم تكن لديك بطاقة دخول للملعب فلا تحضر إلى الملعب. من الممكن تشاهد المباراة في الشاشات المثبتة في أحياء البصرة أو في البيت، لكن إن تأتي بلا بطاقة وتسبب زخم وتسبب تأخذ مكان غيرك، فهذا أمر يعني مؤسف رجاء. فالرجاء الرجاء الرجاء، من لا يمتلك البطاقة لا يحضر إلى الملعب رجاء. وإلى أيضا إلى كل شخصية وكل مسؤول وكل شخص آخر لديه يعني منصب، عندما تحضر يجب أن تكون مراعاة لأفراد الحماية، هذا أولا، وثانيا الشخصيات الجانبية التي تأتي معه. كل مسؤول يجب أخوه، يجب قرابه، يجب صديقه، أو كل واحد عنده منصب يجب الوفاة. فهذا يعني أمر خلونا نرتقي أكثر. إحنا حصلنا الفرصة ما نريد نفرط بيها. فالرجاء باسم العراق وباسم البصرة أتوسل بالجمهور وأتوسل بكل المسؤولين أنه يقللون عدد الحمايات، وحتى نحافظ على الصورة اللي نقلها إلى كل دول العالم وفقط الخليج.